بس يا دنيا انت اساسا متخرجه من معهد السينما قسم اخراج. مظبوط. وعمرك ما اخرجتي اي حاجه؟ لا للاسف. ليه؟ لان انا كنت داخله المعهد وانا اصلا ممثله، يعني انا دخلت عشان كنت عايزه استفيد اكتر واستفيد كممثله. طبعا لما درست الاربع سنين كنت هتجنن واخرج، اول ما اتخرجت كنت يعني طايره. الموضوع في دماغي انا المخرجه اللي جايه. وبعدين ايه اللي كسر ده؟ اول حاجه اول ما اتخرجت استاذ النجم الكبير يعني ربنا يديله صحه استاذ عادل امام طلبني في فيلم امير الظلام. هتقول لا ابدا طبعا. فدخلت بقى تاني في مود الممثله ومن عمل لعمل لعمل لعمل، فالدنيا والوقت سرقني والحياه خدتني. وانا في الاول وفي الاخر انا بحب دنيا الممثله برضو، عندي الطاقه بتاعه الممثله دي جوايا كم كبير، طول الوقت ببقى عايزه اطلع المخزون ده. صح. فكل ما افكر يقوم جايلي دور يستفزني اروح للممثله اكتر. انت اشتغلتي مع فنانين كبار كتير، من الفنان الكبير الراحل سمير غانم لمحمد صبحي للزعيم عادل امام محمود مرسي. بكل فخر كمان يعني استاذ محمود مرسي من الناس اللي انا، غير الاسامي الكبيره اللي انت بتقوليها، كمان استاذ محمود مرسي ده بالنسبه لي من اعظم الشخصيات اللي انا وقفت قدامها. طب استفدتي منه ايه؟ النصيحه اللي قالها لك عمرك ما تنسيها. بصي هقول لك على حاجه، انا اشتغلت مع نجوم كتير جدا جدا، يعني انت كنت من المحظوظين عشان ابتديتي وانت صغيره وقفتي قدام ناس يعني من اهم واكبر النجوم في الفن. ده حقيقي، انا بتخض لما بقعد افتكر انا وقفت مع مين وشفت مين وتعاملت مع مين، انا بتخض والله. لكن صدقيني مفيش حد انا طلعت منه فاضيه، كل واحد طلعت منه بحاجه، حتى لو مش بكلام مباشر. يمكن كنت براقبهم بشوف بيتصرفوا ازاي، بيقولوا ايه، بيعملوا ايه، بياكلوا ايه، متواضعين ازاي ولا تنكين ولا، فمفيش حد خرجت منه فاضيه كده يعني. كل واحد علم جوايا بحاجه معينه. انت ابتديتي يا دنيا اول ما ابتديتي تمثلي كان في السينما، بس بقالك فتره مفيش افلام. مسلسلات ليه؟ مسرح، مسلسلات ومسرح. هقولك ليه، انا من 2011 قعدت كذا سنه في البيت، كان بيتعرض عليا بقى حاجات، كنت بعتذر 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 في الدراما. 2015 جالي حواري بوخارست، ده استفزني كدور وخلاني انزل اعمله. في نفس الفتره بقى وستيل لحد دلوقتي بيجيلي اعمال كتيره سينما. طبعا من 2015 الاعمال اللي بقت بتتعرض عليا كدراما بعد كده كلها بالنسبه لي كانت مميزه ومختلفه، عشان كده عملتها. حلو قوي. من 2011 لدلوقتي بيجي لي سينما كتير الحقيقة، بس أنا عندي رصيد أفلام الحمد لله في السينما. حلو قوي، مع نجوم كبار جدا طبعا الحمد لله. فيا أضيف له يا أنا مش محتاجة. إن أنا أصل إن أنت إيه، في مرحلة كده بتعملي اللي هو ممكن أفلام تعرفك للناس، الناس أكيد عارفاني يعني. صح. خلاص أنا بعد الوقت ده كله مش محتاجة أنتشر. صح. محتاجة أعمل بصمات طول الوقت وخطوات صح، فانا مش هضيع افلام مهمه عشان ابقى موجوده في السينما. الاعمال السينمائيه المهمه ما تعرضتش عليا. فالمسلسلات اللي بتجيلي مهمه. صح. العروض اللي بتجيلي مهمه. صح. لو ما جاليش حاجه بالقدر ده والقيمه دي مش هنزل اعمل. صح.